استاذنك عادي، انا استاذنك دكتور منصور، حضرتك بتتكلم على ميعاد هنا في السلامه فين؟ السلامه فين؟ الميعاد اللي احنا بنتفق فيه مع الدكتور علاء فخر، الناس بتوع شرحت الاوعيه ده، هجيب طارق عبد العظيم اللي هيمثل الجامعه في اوعيه الدمويه مع علي صلاح، هنجيب علاء فخر مخ واعصاب، هنجيب هذا هو بتوع جراحة القلب اللي عندنا محمد الفيه والجماعة دول، وعايزين الدكتور علاء عبد الحليم يكون قاعد معانا ودكتور منصور معانا. ميعاد كده يكلمهم يتناسق معايا وهم مجموعة يكون حميزة وسام. لو انتوا فاضيين لو انتوا عايزين مع بعض الكلام ده بحيث انك انت تقول لي ايه الطلبات اللي هم عايزينها واحنا نوفرها. يعني هتقول لي ده هياخد كام؟ ده هيعمل ايه؟